وبالنسبة جاتنا بزاف الأسئلة في الفيسبوك ليك أستاذ فؤاد أحيدر، بغاو تهدروا على قضية أن الجالية المغربية في الخارج ما عندهاش الحق تصوت، مع أنه الدستور المغربي في 2011 كان قرر أن الجالية من حقها تصوت في بلاد المهجر. بحال اللي قلتي، قلتي لها مزيان، هذا غير دستور، الدستور الأوراق فهمتي، هذا مشكلة خاصها تبقوا في القانون فهمتي، فهمان سي نورمال. كنهضروا هذاك، أنا كنسمع بزاف هذاك الشيء، دستور دستور دستور، هذاك النقاش انه ما كنقول لهم بركه من النقاش، خصنا الاهداف لو ريزولتا. لو ريزولتا قلنا في 2011 كوم كو غادي يوقع الناس اللي عايشين في اوروبا وما اكثر من 5 مليون ديال المغاربه اللي عايشين على برا وما عندوش الحق يصوتوا. دوك يقولوا انا علاش شمج، عندي جوج باسبور، عندي باسبور ديبلوماتيك كنائب رئيس البرلمان وعندي باسبور ديال المغرب، واش كاين، اش غندير بهذيك الباسبور؟ كيقول هذا هذاك الباسبور عندي الحق نصوت به وكنسافر العالم كامل، وهذا الشيء كاين مشغول ديالو، هذا اش منفع ديالو؟ كتقول لي ما عندك الحق الشر، كتقول لي شكون الوزير ديالي؟ ما عنديش فهمتي، ابار رحتي له الباسبور ديالي ندخل به وداك الشيء باش ندخل ونخرج، ما عندي، ما عرفتش شنو الهدف ديالك الباسبور. دوك الا انا مغربي وكتحسبي انا مغربي وكتقول لي عندي لاكارت ناسيونال، خصني عندي الحق نصوت. ودابا علاش تونس عندهم الحق، الجزائريين عندهم الحق، المصريين عندهم الحق، والمغرب اللي كتحسب دوله وداك الشيء ما قدرش يورغانيزو لي زيليكسيون على برا، اش كيخافوا؟ انا ما كنفهمش دابا، انا باقي دابا ما كنفهمش، ولا كيخافوا على من الارهابيين وخايفين من الاكستريميزم المسلمي والراديكاليزم، الا خافوا من الراديكاليزم ما يخافوش، باسكو هنايا عيا ما يديروا الحساب ديال هذوك الاسلاميزم والراديكاليزم وعمري ما نجحوا، هما في حتى شي موطا. دابا كيقولوا المغرب هذوك الشعب ديالك وولادك فهمتي، ودابا ما يمكنش يطعم الفرق تقول انا في المغربي كتبقى مغربي طول الحياه ديالك، خلي بغيت نحيد من الجنسيه ما تحيدهاش، انت مغربي واخا حتى لي الحق ديالي، حتى لي الحق نصوت، حالي نشرك معكم. وهذاك النقاش من 84 كنهضروا على هذا الشيء، 84 كيقول لك غنديروا ونحتلوا لهم الحق ديالهم وداك الشيء، دابا باقي كنستناو. انا كنقول لهم ونعاود لك دابا واحد الكلمه اللي كنقولها واحد المره، قلتها في واحد الريبورتاج، قلت لهم شوف هكذا، قلت شوف المغرب هذا العلاقه اللي عندها مع الشعب ديالو، انا هاد بحال المراه وراجل، انا مراتي 20 سنه انا كنقول لها كنحبك وهي ما كتوجبنيش، كنجيب لها شوكولا ما كتحبني، ما كتوجبنيش، كنحتي لها البنوه وما كتوجبنيش. دابا شنو هاد المرة دابا؟ دابا كتهلا في لها وجيب الشوكولا ونضحك معاها وديك الشيء، وهي دائما فهمتي وكتعمل شنو هاد الشيء؟ كتجي واحد المرة وكتهضر لي في الوجه في اللغي ديالي وكتقول لك انت عزيز عليا وانت حبيب ديالي وهاديك الشيء، شنو غادير؟ يبقى غاتطلق هاد المرة، تشوف كيفاش، تشوف شي طريق آخر. هذه العلاقة اللي كيقول لك انا المغرب الا سمع دابا بقات الا بقات علاقة بحال اللي كيديروا دابا غادي نسم، ماشي نسمحوا في هاد المغرب، هو اللي كيسمح في ولادو. شمن علاقه عندي معاك؟ الصوت ما عنديش الحق، العداله كانت تعرف على قدو، خليك يديروا الجهد ديالهم وهذيك الشيء، والحمد لله وهذيك الشيء فهمتي، ماشى الملك بشحال غادي يعدل، كل مره الناس كيتعدوا على الناس خصو يمشي يشوفوا الملك ولا يشوفوا المستشار ديالو باش يعاونوا الناس، ما يمكنش سنشوفوا لا كوز كيفاش هذوك العداله كيفاش مشكله، ما يمكنش، انا ما عنديش الباطو ديال الاخر، ما عنديش كيفاش كيعيطوا الموتور ديال البحر باش نحاول اي جهد باش نقرب على الملك ونعطي له الورقه ولا نشوف كان شي معرفه في القصار، ممكنش هذيك بركه، والمالك مسكين مشعر غيدير فهمتي. دابا هاد الشعب خصو يتبدل، ما يتبدل هما الحكومه اللي يعملوا هذوك اللي كيحكموا هما خصو يغيروا الخدمه ديالهم.